برحب بكم مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا. لو ليكم أي استفسارات أو تساؤلات ممكن تتواصلوا معنا من أي تليفون محمول على 1480 أو من أي تليفون أرضي على 093-841. فقرتنا التانية هنتكلم فيها عن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها العين نتيجة السلوكيات الخاطئة، وإيه هي الأمراض اللي ممكن تأثر على صحة العين. ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور، شرفتنا. يعني دكتور، من يعني العين من الحاجات المهمة جدا والغالية جدا على أي إنسان، وأكيد في سلوكيات خاطئة ممكن تؤثر على صحة العين نفسها. يا ريت حضرتك تقول لنا إيه هي السلوكيات الخاطئة اللي ممكن تؤثر على صحة العين. تمام، هي السلوكيات الخاطئة تنقسم لحاجتين. السلوكيات الخاطئة اللي بتؤثر على الشخص السليم والشخص المريض بأمراض عامة حتى ملهاش دعوة بالعين. الموضوع ده بيبتدي حتى من عند الولادة، يعني الطفل. خلينا نمسكها جزء الشخص السليم الأول وبعد كده الناس اللي عندها أمراض. الطفل المولود فيه معتقد كده في الأماكن العامة إن لازم نكحل عين الطفل المولود ولد أو بنت، عشان الكحل ده بيمنع المشاكل الموجوده في اللي بالنسبه للالتهابات والكلام ده بعد الولاده. والحقيقه البيهيفير ده على قد ما هو يعني ليه سند فرعوني، يعني حاجه زمان كان فعلا الكحل اللي هو مشتق من الحاجات الطبيعيه في ماده الزنك، وماده الزنك دي مضاده لبعض البكتيريا او الميكروبات، وخاصه الاطفال في يعني في الشهور الاولى او في الايام الاولى ممكن يبقوا معرضين لاي التهابات او اي بكتيريا. هو دي حقيقه، بس هو الحقيقه برضو ان الام في اخر شهور الحمل بتدي كميه مضادات حيويه للطفل كده، وبتنزل في اللبن كمان تغطيه 6 شهور الاولانيين، فهو قلما يتعب او يمرض الطفل في الشهور الاولانيه. وعموما لو كان الزنك زمان بيمنع بعض البكتيريا او الميكروبات، فهو دلوقتي ما بيمنعهاش كلها، واحنا عندنا حاجه اسمها القطرات. طبعا كل في حاجه، كل يوم في حاجات كتيره بتكتشف بالظبط كده، احنا عمالين وامراض جديده عمالين نسمع عنها. فاحنا عاده بنكتب قطره للطفل بيستخدمها في الاسبوع الاولاني، بدايه اللي هو من ولد طبيعيا وعدى في السكك الطبيعيه بتاع رحم الام والولاده، بنكتب له قطره بيمشي عليها اسبوع او 10 ايام. وبنحتاج دايما ان يعني تفتكر دايما ان الطفل في اول شهر من الولاده ما بيعيطش بالدموع، لان مرحله الدموع وتكوين الدموع لسه في المرحله الاوليه، فاي افرازات في عين الطفل في الشهر الاولاني دي بتمثل خطر لازم يتعالج فورا، لان عين الطفل بقى مش هتستحمل ان ميكروب يبقى ناشط فيها. بس امتى الطفل بيبدا يعيط بدموع؟ بعد الشهر الاولاني. احنا بنتكلم عن الاولاد المولودين 9 شهور، لان هي مرحله الدموع بتبتدي تتكون وتفرز في الشهر الاولاني. فلو اي احمرار في الطفل المولود او اي افرازات زياده يبقى ده يعتبره التهاب، لازم ناخده الدكتور المعالج فورا ونعالجه العلاج المظبوط عشان نمنع المضاعفات طويله المدى على عينين الطفل. ده بالنسبه للطفل المولود. حاجات كتير بقى جدا بنشوفها، مثلا في من يلبس العدسات اللاصقه، البنات اللي راحت الكوافير النهارده وخارجه مع صاحبتها، دي كارثه. راح مطلع فاتح الدرج ومطلع فاتح العلبه ومديها الحاجه اللي ماشيه مع التسريحه بتاعه شعرها او لون الفستان النهارده. طبعا احنا الحقيقه للاسف شديد جدا بنشوف الكلام ده مرتين ثلاثه في السنه، بيجي لنا بقرح صديديه في القرنيه تنتهي بعتمات مزمنه، والعتمات دي تؤدي الى فقدان الابصار. وعشان نصلح ده بنعمل عمليات كبيره زي عمليات ترقيع قرنيه عشان نرجع النظر تاني للناس اللي هم لسه في بدايه حياتهم. بس ايه هي القرحه يا دكتور اللي ممكن تصيب العين؟ يعني ايه هي اعراضها؟ ماشي فندم، اقول لحضرتك على الموديل ده يمكن يقدر نوضح الصوره. احنا عندنا سطح العين الخارجي في حاجه اسمها القرنيه. القرنيه دي عباره عن عدسه عاليه القوه، بنيجي نحط الكونتاكت لينس عليها، العدسه اللاصقه على هذه العين. فبالتالي لما ده بيحصل بيحصل ان العدسه بتيجي تمتص التراب اللي على الجو، وبتمتص الميكروبات اللي على سطح العين. لو احنا قفلنا عليها في درجه حراره 37 درجه بيحصل ان الميكروبات تبتدي تبقى اجريسيف، تبقى تتعامل مع سطح العين بشراسه. ولما ده بيحصل بيجي يعني يبقى القرنيه سطحها الخلايا تروح منه، يحصل قرحه تعمل صديد. الصديد دي ممكن يعمل التهابات في كل انسجه العين وتنتهي بعتامه او
تنتهي بحتى فقدان العين كلها مش بس الابصار. وبتبقى اعراضها ايه؟ احمرار يعني ازاي نعرف من يلبس؟ مظبوط فندم، سؤال محرك مهم جدا، لان دي حاجات التحذيريه يا جماعه. لو احنا لابسين عدسه لاصقه وعينينا احمرت او النظر اختلف او ابتدى يبقى فيه افرازات او الم، لازم نشيل العدسه اللاصقه وحتى نرميها لو ما عندناش البوكس بتاعتنا. مش مهم، صحه العين اهم كتير قوي من العدسه اللاصقه. دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه في منتهى الاهميه، ان من لا يجب ان لا نتاخد العدسات اللاصقه من غير طبيب متخصص، طبيب العيون المتخصص. وده الحقيقه مجرم في القانون المصري. القانون المصري من السبعينات بيقول ان استخدام ان دي حاجات دوائيه وممنوع استخدامها غير بواسطه طبيب العيون المتخصص. فالصيدليه او الكوافير او الحاجات الاخرى او ناخدها من واحده زميلتنا، دي من التصرفات الخاطئه تماما في الحياه، اللي يجب تماما تجريمها والتعامل معها بمنتهى الجديه. لان عين شاب عندها 14 15 سنه تسوى كتير طبعا. ان احنا نفقدها ونشوف ده تكرارا وتكرارا وحاجات لا تنتهي. فدي برضو من العادات الخاطئه اللي هي الحقيقه الواحد بيشجبها بشده و بيحاربها في كل مجال يعني احنا بنروحه او بنتكلم فيه. في بقى دي بالنسبه للاشخاص السليمه. في بقى حاجات بقى لطيفه، يقول لك انا عملت كمادات شاي او عملت حطيت عسل قطرات العسل، برغم ان ده ليه قد يكون ليه بعض السند يعني العلمي اللي احنا قعدنا ندور فيه ولقينا ان هو قد يكون مفيد، ولكن التركيبات الاعشاب او تركيبات ميه الشاي او العسل ودرجه القلويه مش مناسبه لقلويه العين، وبتبقى حاجات بتحرق جدا وقد يكون ليها اضرار كمان. فبالتالي برضو يعني كمادات الشاي دكتور يعني حسب نوعيه الشاي اللي بنستخدمه. الشاي الاخضر غير الشاي القلي. لا، هو الشاي ماده قابضه. فاحنا لو عملنا كمادات ميه ساقعه او ميه دافيه في بعض الاحيان تساوي كمادات الشاي، يعني لو الشاي السخن يبقى هو احنا استفدنا من حراره الفوطه اللي بتتحط على العين. لو عملنا كمادات يعني ميه ساقعه يعني بس بنستفيد من الحراره نفسها. بالظبط كده. فهي دي برضو من الحاجات اللي هي ملهاش سند علمي قوي و يعني ما لهاش اي فايده مباشره على العين. لكن الحاجات الاخرى يوم مباشره بتفرق لو استخدمنا كمادات ساقعه او كمادات سخنه. تمام. وامتى نستخدم كمادات ساقعه وسخنه؟ حضرتك برضو في منتهى الاهميه، اللي احنا اوقات بتعرف حضرتك انا حد المثل بتاع الكدمه، لو واحد اتخبط وخد ورم او جفن ورم، احنا في اول 24 48 ساعه مش عايزين الدم اللي بيروح يبقى شرايين الدم تنتفخ وتجيب مزيد من السوائل تطلع بره هذا الدم. فايه اللي بيعمل تفتكري تنبسط بالحراره وتنقبض بالبروده؟ طبعا احنا عايزين نعمل انقباض للشرايين دي، فنستخدم كمادات التلج لو عندنا كدمه او عملنا عمليه وجفنينا وارم او عملنا عمليه تجميل حتى في العين. دايما بننصح وجوه العمليه بنعمل كمادات تلج باستمرار، لان احنا مش عايزين انابيب الدم الخراطيم الدم اللي راح تغذي المنطقه وهي تستجيب للالتهاب او للاصابه ان هي تطلع كل اللي جواها في الانسجه. احنا بنعمل انقباض لهذه الشرايين والاورده. بالعكس بقى بعد 48 ساعه العين احنا عايزين الشرايين والاورده دي الاورده بالذات تنتفخ فتمتص المياه الزياده اللي موجوده في الانسجه. فبنستخدم كده في الحاله دي كمادات مياه سخنه عشان نقدر نقلل او نسرع سرعه امتصاص الورم اللي موجود في الانسجه. يبقى التلج وبعدين ورم في الحالتين، يعني ورم بعد العمليات ممكن هو حضرتك بتقول نستخدم كمان تلج في الاول، ساعه في الاول، ساعه في الاول، بعد كده وبعد كده بعد اليومين الاولين نستخدم ميه سخنه عشان نسرع امتصاص ما وجد بقى في الانسجه. طب لو حد اتخبط في عينه او تعرض لاصابه في عينه بتفرق ازاي نتعامل مع الاصابه دي؟ و الاصابات هي دي قصه يعني ضخمه لان هي متعدده طبعا. يعني قد تكون اصابات نبتدي بالاصابات البسيطه. لو حد اتخبط في عينه والله بقت بسيطه في وسط الطلق والرش والكلام الموجود ده. الاصابه المباشره، حد خد كوع، خد بوكس، وقع، الكلام ده كله هي جنب ان هي بتعمل حاجات تصادميه على سطح العين، ممكن تعمل تجرح يعني الجفن يتقطع او حتى حبايه العين نفسها مع قوه الضربه يحصل مشاكل في كل طبقات العين الداخليه، وقد يصاب بما يسمى انفجار العين. العين نفسها ما تقدرش تحت يعني تحتوي كل بس موجوده. بس ده دكتور لو تنفجر. خبطه فعلا جامده يعني اخد كوع كده جامد محدش قاصد، او لو حد قاصد ضربه في عينيه بايديه او تمام هو والحقيقه بيحصل يعني بيحصل اكيد. اول حاجه بيحصل مثلا من كره السكواش. لو احنا بنلعب سكواش ومش وكده والكره فعلا لبست كره سكواش حجمها اصغر من حجم العين، فبتروح قوه اندفاعها بيعمل مشاكل كتير جدا عين وانزفه وانفصال في الشبكيه ومشاكل كتير حقيقه يعني.
طب في الحاله دي يعني بغض النظر نوعيه الاصابه او احنا بنتكلم عن الخبطات، ايه احنا يعني لو حد حوالين المصاب نفسه يعني يقدر يساعده ازاي لغايه ما يروح المستشفى؟ لو احنا بنتكلم على حاجه فيزيكال اللي هي بوكس او حاجه مخترقه، احسن حاجه في المنطقه في الحكايه دي ان نحط منديل نظيف على العين ونليبل ببلاستر هنا، ونبعت على طول المريض للدكتور المتخصص في الطوارئ في طبعًا. المستشفيات الكبيره. ده حاجه في منتهى الاهميه، والاكشن لازم يتاخد فورا. ما نحاولش نفتي باي حاجه ثانيه. لو نحاول امتى؟ اقول لحضرتك لو انا عندي حرق كيماوي، يعني لو جه حد ماسك ميه نار او وجه عليه بعض بالظبط حاجه عملت سبلاشنج على وش الواحد وكده، في الحاله دي التاخير في ان احنا نخفف تركيز المواد الكيميائيه على سطح العين في ليه ضرر شديد جدا. فالحل ده في الوقت ده ان احنا بنفتح ميه الحنفيه او ازازه في ايدينا ونقعد نصب نغسل 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 اكبر قدر ممكن من هذه الماده المؤذيه للعين عشان نخفف تركيزها من على سطح العين. بالنسبه للدخان او زي الغازات المثيره للدموع دي بتبقى ازاي بتاثر على العين بطريقه كبيره جدا؟ طبعا هي بتعمل ازاي نتعامل معاها بالظبط؟ احنا عندنا العين مبطنه بغشاء محاطي، ده عليه الدموع، ده اللي بيدي لمعه زي الغشاء المحاطي بتاع الفم بالظبط، وعشان كده بنقدر نحرك العين بسهوله بين الجفون لان في دايما طبقه الدموع بتبقى عامله زي ملين كده بين الاثنين غير ما بنحس بهذه الاعراض. السرين اللي هو الغازات اللي اطلقت او دهنها اطلقت او الغازات اللي هي المفرقه دي او مسيله للدموع دي بتعمل تهيج في الاغشيه المحاطيه، يعني الواحد بس مش بيعمل بتضر على طول المنطقه الاماميه من سطح العين، وده بيعمل احمرار وبيكتر الدموع، زائد ان هو بيعمل تقرحات في القرنيه يخلي الواحد مش قادر يفتح العين لان الضوء بيؤذي في ساعتها. ومش بس كده، ده هو كمان بيعمل كحه وخنقه. الجهاز التنفسي بيبقى ليه اثار جانبيه طبعا، بيعمل تهيج ليها على كل المستويات، وده المفروض ان هو يعيق حركه الشخص اللي جاي يعمل مشكله او يتدخل في حاجات اخرى يعني. طب نتعامل احنا نعمل مع ايه؟ بلاش مظاهرات عنيفة، مفيش داعي استفز الشرطة والجيش. لا بجد يا دكتور، يعني فعلا الناس بتبقى معرضة ان هي عينيها بتحرقها وبتدمع كتير، يعني في ناس تقول لهم حطوا بعض المشروبات الغازية، ليمون. هو الحقيقة انا الحاجات هل دي اعتقادات صحيحة ولا لا؟ دي الحاجات الغازات دي البي اتش بتاعها او درجة الحموضة والقلوية غير بتاعة سطح العين. فالفكره في البيبسي او في الخل او في الليمون او كده ان هو بيعادل القلويه بتاعه الماده دي ويخليها نيوترال، يخليها يعني نيوترال يعني سلبيه ما بتعملش اي اذى على القصه كده. فهو احنا بنعمل سلسله من التفاعلات الكيميائيه بنحاول نعادل الموضوع. مشكله الحكايه دي ايه؟ ان الامور ما بتبقاش مظبوطه بتطلع حراره، اي تفاعل بنغير فيه البي اتش بتاع الجسم بيطلع حراره، والحراره دي بتكون مؤذيه بتأذي العين نفسها بالظبط يا فندم. فالوقايه خير من العلاج ما اكيد طبعا في هنا، او برضو احنا بنقدر نتصرف يعني كدكاتره متخصصين بنقيس القلويه بتاعه العين ونقدر نعادلها بقى ونتصرف فيها يعني مجرد أحسن. مثلا نغسلها بميه ده هيبقى كفايه؟ ميه اعتقد ان ده انسب حل لان احنا مش هنقدر نوزن بميزان ما طبعاً ايه الوحش وايه الحلو بالنسبه للي بيحصل في الوقت ساعتها. يعني من ضمن السلوكيات الخاطئه بلاحظها ممكن عند الاطفال دي تبقى منتشر اكتر ان هم بيقعدوا يدعكوا في عينيهم كتير، دي بتبقى ليها اثار سلبيه على العين نفسها؟ هو عاده الدعك المرضي في العين بيبقى وراه مرض اللي هو الرمد الربيعي او الحساسيه المفرطه، ودي بيبقى العرض الرئيسي للموضوع. يعني ده بيجي حاجه موسميه بتبتدي عند الاطفال 8 9 سنين، تيجي مرتين ثلاثه في السنه، بيبقى معاه عينه محمره مش طايق الضوء، بيدعك يعني بيسترز ان هو يدعك في عينه، وبيبقى معاه مخاط بيمط كده عامل زي الاستر كده بيطلع من عينه. ودي علاجها طبعا علاج مزمن وعلاجات بيدخل فيها قطرات الكورتيزون اللي بتاخد لفترات محدوده مع مضادات الحساسيه سواء عن طريق القطر او عن طريق الفم، وعدم التعرض للشمس اللي هي الاشعه الضاره الفوق بنفسجيه في الفتره اللي هي بتبقى بيكينج من 10 الصبح ل 2 بعد الظهر، و بننبه على الام ان هي ما تديش علاجات من نفسها. ودي برضو من الحاجات الخاطئه المعتقدات الخاطئه ان الام تروح للدكتور مره واثنين وثلاثه تلاقي بيكتب نفس العلاج، ففي المره الرابعه والخامسه خلاص بقى هتروح للدكتور ليه؟
ما هي بقت الدكتورة وهي اللي عارفة ابنها. وده كتير بتحصل كتير جدا. فبتبتدي تديله قطرات، والقطرات تنتهي بان الطفل جالنا او شاب صغير عنده 14 15 سنة فقد الابصار تماما في عين، والعين التانية بتحصلها نتيجة الحقيقة سوء استخدام الام للعلاجات. وده برضو نقطة تحذيرية مهمة جدا يعني بننبه عليها، ان يا جماعة يعني الطب ده وراء في اي تخصصات علم كبير جدا، يعني في حاجات قد تبان لنا حميده وهي في منتهى الاذى للمحيط اللي حوالينا لو احنا ارتجلنا. يعني بالنسبه يا دكتور للاطفال نفسهم، يعني حضرتك قلت ان هم ممكن احيانا لما يدعكوا ايديهم نتيجه لامراض، بس احيانا بيبقى مش يعني بسبب معين او مرض، لازم يبقى في سبب. في سبب ممكن تتراوح لهذه الاسباب من التهابات بسيطه او ترابه دخلت في العين فهو عايز يشيلها، يعني فوقتها ده كميه الدعك دي ممكن تؤدي لاثار سلبيه ولا ما بتفرقش؟ حضرتك العين عليها طبقه مخاطيه وطبقه من الدموع، فتخلي الاحتكاك مش مرضي، يعني حتى لو انا بدعك الاحتكاك ما بيأذيش العين، ما فيش حاجه بتجرح في العين نتيجه وجود هذه المنظومه المهمه جدا على سطح العين. بالنسبه للسيدات، يعني السيدات اللي هم يعني طبعا كثير من السيدات بيلجأوا انه المكياج والميك اب، ده بيبقى ليه اثار سلبيه او اثار جانبيه على العين نفسها لو ما شلناهوش بالليل؟ يعني الميك اب احنا اوقات كتير ما بقاش محتاجين نحط ميك اب يعني عشان عينها حلوه طبيعي يعني. والحاجات التانيه ان الميك اب بالذات الاي لاينر او الكحل لما بيتحط عند حرف الرموش، حرف الرموش الحرف الجفن نفسه ده منظومه متكامله ليها دور ووظيفه في منتهى الحيويه. هي المنظومه دي تبتدي بالرموش، يجي وراها غدد دهنيه، غدد دهنيه بتيجي عند ورا الرموش، يجي وراها حافه الرمش بتبقى عامله بالظبط زي مساحه العربيه على الازاز، حافه الرمش بتبقى لازقه تماما في سطح العين، وده ليه وظيفه مهمه في ان هو يوزع الدموع على سطح العين ويخلينا ما يبقاش فيه انعكاسات تؤدي الى عدم وضوح الرؤيه. تخيل ان انت ماشيه في مطره ومساحه العربيه مش شغاله والنقط الدموع بتتجمع على البرابريز العربيه، نقط المطره بتتجمع على البرابريز العربيه، بنعمل ايه؟ بنقف ونمسحها عشان نوزعها على سطح الازاز اللي قدام عشان نقدر نشوف. ده وظيفه الجفن ودي وظيفه في منتهى الاهميه. الميك اب والكحل بيجي يسد المسام اللي بتطلع الماده الدهنيه المكون الاساسي في الدموع. فعشان كده دايما بننصح ان هو يتشال بالليل، ويتشال بالليل جنب الحاجات الكتير قوي الموجوده في الصادرات الكيماويه الموجوده. الموضوع ابسط من كده بكتير جدا، ودي نصيحه عامه الحقيقه للجمهور المصريين ان احنا نجيب كاسروله صغيره كده نحط فيها ميه سخنه على قد ما نقدر نستحملها، فوطه حمام او فوطتين حمام، ميه سخنه وفوطه حمام سخنه بالظبط كده على قد ما نقدر نستحمل السخونيه بتاعتها. هنحط فوطه الفوطه في الميه السخنه، ننشفها ونحطها على عينينا ونبدلها كل دقيقه او دقيقتين كده ما تبرد لمده 5 دقائق. دي هتعمل ايه يعني؟ دي ان احنا نشيل بيها الميك اب ولا دي بعد ما نشيل بيها الميك اب؟ لا، انك تشيل بيها الميك اب. ليه؟ المايه السخنه اولا بدرجه حراره المايه بتذوب اي دهون ومكون اساسي من اي مكياج بيقعد على بشره ماده دهنيه بالظبط. دي حاجه. نمره 2، اي افرازات او اي تراب او اي قشر موجود على سطح الرموش او الجفون في نفس الوقت بيلين، تمام؟ في اخر الخمس دقائق دول بنجيب حرف الفوطه وبندعك حركه ميكانيكيه في الجفن اللي فوق عند حافته وفي الجفن اللي تحت. فاي حاجه بقى ترسبات موجوده، بواقي ميك اب موجوده، كحل موجود، مواد دهنيه مش طبيعيه طالعه من العين الطبيعيه، مع الحركه الميكانيكيه بعد ما دوبناها بالميه السخنه بتتشال بسهوله ويسر. وده الحقيقه بيعالج 80% او 90% من الاعراض اليوميه اللي عندنا، ان احنا عينينا بتحرقنا، مش مبسوطين، حاسين ان في حاجه جوه العين. لو عملنا القصه دي 5 دقائق بالليل قبل ما ننام، سواء بنحط ميك اب او ما بنحطش ميك اب، ده هيخلينا صاحيين تاني يوم في منتهى التركيز ومنتهى الاحساس بان احنا كويسين، ما عندناش مشاكل صحيه، ويستمر ذلك طول اليوم. ودي المفروض نعملها كل يوم ولا بس يعني طول ما انت عايشه في بلدنا؟ يعني طول ما انت عايشه في بلدنا كده. كل يوم بالليل قبل ما ننام بالظبط، فبنخرج في اجواء الحياه كلها يعني جنب التلوث والتراب والتكييف والحاجات دي كلها، ودي ليها اثر واذى مستمر على العين احنا ما بندراش بيه. نقول انا اعوضه بقى بقطرات او مش بقطرات، بس الحاجات الطبيعيه افضل كتير قوي من اي مواد كيميائيه موجوده في اي قطره قد يكون ليها لازمه او ملهاش لازمه. بمناسبه القطرات العين يا دكتور، بعض الناس بيحتاجوا ان هم يستخدموا مجرد القطرات المرطبه للعين،
دي بتبقى يعني ليه بيلجأوا ليها، وهل ده بيستمر عليها طول حياته؟ تمام، هو سؤال حاجة برضو في منتهى الأهمية، لأن يعني الحاجات برضو يعني بتلاقي في ناس عندها صعوبة إنها تستخدم ده. أنا بقول لهم دايما هو الواحد لما بيصحى الصبح بيعمل إيه؟ بيغسل وشه، تمام. هي نفس القصة، احنا العين محتاجة حاجة نغسل بيها العين، نغسل بيها حاجات مرة أو اتنين أو تلاتة في اليوم، عشان كأننا بالظبط بنخش نغسل وشنا عشان نفوق، ننظف الدنيا وننظف سطح العين، وفي نفس الوقت بتدي بتزود رطوبة العين وبتزود المادة اللي هي تكوين الدموع على سطح العين، وده مهم وده مهم. ليه الكلام ده مهم؟ لأن زي ما بقول لحضرتك دايما عادة بيبقى في خلل في الغدد الدهنية نتيجة الممارسات الخاطئة بتاع السيدات والميك اب، نتيجة برضو التلوث المستمر، نتيجة لخبطة الدهون عموما في الجسم. فمع لو احنا لجأنا الى الكمادات السخنه مره بالليل، نستغنى تماما عن القطرات المرطبه دي او نقلل الاعتماد عليها. ما نعتبرش ان ده علاج، وفي نفس الوقت ما نعتبرش ان ده حاجه مش ضروريه، لان احنا برضو كتير من العيون المصريين عندهم جفاف لاسباب متعدده، والقطرات دي بتغسل العين وبتريح، تشيل دايما الاحساس بالارهاق وان الواحد عايز يغمض عينه ومش عايز يستمر. والجفاف يا دكتور يعني بتبقى اسبابه ايه بالنسبه، وهل في سن معين بيبقى معرض اكتر للجفاف؟ هو الحاجات المشهوره السيدات في فتره لخبطه الهرمونات بتاعت منتصف العمر، دي حاجه كتيره يعني بيحصل منها جفاف. بيحصل جفاف نتيجه اسباب كتيره ومتعدده، منها مثلا اصابات حرف الجفن، زي ما قلت لحضرتك الجفن بيبقى عامل زي مساحه العربيه ماسك كويس، لو جفن ريح شويه في تقدم العمر او حصل اصابه مبقاش مظبوط فتوزيع الدموع بيختل، وده يؤدي الى جفاف. بعد عمليات الليزك، يعني كل اللي بيعملوا ليزك او فيمتو ليزك كلهم بيجي لهم جفاف لفتره محدوده قد تمتد لثلاث شهور، وبعد كده الامور بتتحسن. حاجات بقى اخرى بقى اصابات سطح العين، بعض امراض المناعه قد تساهم في ان الجفاف يزيد، ناس عندهم روماتويد او بعض الامراض الجلديه يزيد الجفاف. والجفاف ده بيبقى مرض مزمن يا دكتور ولا ممكن يتعالج بعد فتره معينه؟ هو مهم الكونسيبت ده ليه؟ لان كتير قوي من الناس عندها جفاف يقول لك انا خدت القطره اسبوعين ثلاثه وبعدين زهقت والاعراض عندي زي ما هي. فهي الفكره ان فعلا ده مرض مزمن زي السكر زي الضغط، مرتبط بالبيئه اللي حوالينا، مرتبط بطبيعه جسمنا وطبيعه عينينا. فالقطرات اللي بنكتبها اللي هي الامنه اللي ممكن نستخدمها 50 سنه في عمرنا لازم تستخدم استخدام مزمن، ونهتم بذلك عشان نحافظ على صحه عينينا. بالنسبه لغسيل العين زي ما حضرتك قلت، يعني اول حاجه بنعملها الصبح ان احنا نغسل وشنا، هل بتفرق يعني الميه تكون فتره ولا الميه تبقى سخنه او تبقى بارده؟ يعني لو الموضوع امتد لموضوع كمادات العين، ان احنا نظفنا البشره كويس قبل ما ننام، فمش تفرق، لان احنا خلاص البشره بقت كويسه ومسامها مفتوحه، فالامور مش فارقه كتير. لكن لو الميه الدافئه دايما بتلين وبتخلي اي دهون، الناس احنا بشرتنا دهنيه معظمها، بتخلي اي دهون متراكمه تروح لحالها وتخلي تفتح المسام عشان تبتدي يوم كويس وجميل ان شاء الله. دكتور ايهاب بشكرك لوجودك معانا، وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها ونورتنا. اهلا بيك فندم. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها، استنونا كل يوم من الساعه 2 ل 3 موضوع جديد وحلقه جديده ولايف كلينيك.